سؤال بيشغل بال الناس كتير جدا، هي ايه علاقة الجن بالآثار؟ هل فعلا بيتم تسخير جن واستخدام جن لحفظ الآثار والكنوز؟ ايه هو نوع الجن ده؟ ايه مواصفات النوع من الجن ده تحديدا؟ طيب كل ده واكتر ان شاء الله نعرفه في الفيديو ده. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخباركم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. بعتذر عن الغياب ولكنها ظروف خارجة عن إرادتي. نسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الإخلاص والسداد والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من كام يوم وصلنا رسائل كتير جدا بخصوص القضية المنتشرة حاليا والمتصدرة كل وسائل التواصل الاجتماعي، هي قضية الآثار كبيرة المتهم فيها عدد من الشخصيات العامة منهم نواب مجلس شعب وأصحاب قنوات، والبقية تأتي وإن شاء الله في الحلقة دي بسبب الرسالة اللي وصلتني تستفسر عن علاقة الجن بالآثار وحراسة الآثار. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله في الحلقة دي عن الموضوع ده اللي هو علاقة الجن بالآثار، وإيه نوع الجن ده، كافة المعلومات عنه وإزاي نتعامل معاه، وأفضل طريقة اللي احنا نحصن نفسنا من شره ومن أذاه. ان شاء الله هتكون الحلقة عبارة عن سؤال وجواب لتسهيل المعلومة وصولة توصلها بإذن الله تبارك وتعالى. 1. ما هو علاقة الجن بالآثار؟ هناك بعض المعتقدات ان في ناس بتحاول تسخر وتستخدم نوع معين من الجن يسمى جن الرصد لحفظ كل ما يخشى عليه من السرقة. جن الرصد ده يستخدم لحراسة كل الأشياء الثمينة ليس فقط الآثار. ممكن حضرتك تستخدمه لحفظ فلوس، حفظ منازل، حفظ أماكن كاملة. ولكن اشتهر وانتشر بين الناس كثرة استخدامه لحفظ الآثار فقط، ولكن له استخدامات أخرى كتيرة. السؤال الثاني، ما هو جن الرصد؟ ايه طبيعته؟ يعني ايه جن الرصد اصلا؟ جن الرصد ده يا جماعة هو نوع معين من انواع الجن مخصص لحماية المقابر من السرقة، وهو نوعين. النوع الاول بيتم تكليفه من قبل صاحب الكنز باستخدام حاجات كتير ان شاء الله هنتطرق لها من خلال الفيديو. ممكن يكون باستخدام طلاسم، ممكن يكون باستخدام ساحر، ممكن يكون بوسيلة وهي المنتشرة ان الشخص ده بيحاول يتقرب الى زعيم قبيلة الجن ده. يتقرب ليه ازاي؟ ممكن يتقرب ليه بالذبح، ممكن يتقرب ليه بالتذلل، ممكن يتقرب له قد يصل الى السجود والعياذ بالله. طبعا بعد التقرب بيتم تكليف احد الجن من القبيلة من زعيم القبيلة بحراسة وحفظ هذا الكنز. يعني النوع الاول بيتم جلب الجن الرصد لحفظ الكنز او حفظ الذهب او ما شابه باستخدام صاحب الكنز نفسه، بيحاول يتقرب لزعيم القبيلة لان النظام عندهم نظام اشبه بالنظام القبلي، وبناء عليه بيتم تكليف احد افراد القبيلة دي من الجن بحفظ الكنوز والنوع الثاني بيكون جن معين، ممكن يكون بيمر على منطقة معينة ويصادف ان في المنطقة دي كنز معين، فبيحاول ياخده لنفسه، بيحاول يحفظ المكان، بيحاول يهاجم اي حد بيقرب من المكان ده. ده طبعا للحب الشديد ما بين الجن والذهب والاحجار الكريمة بصفة عامة. طب ليه يا جماعة نوع جن الرصد ده يعد من اقوى انواع الجن المعروفة؟ احنا قلنا في الاول ان بيتم أشبه بعقد أو عهد ما بين صاحب الكنز وزعيم القبيلة، وبيتم تكليف من صاحب القبيلة أو زعيم القبيلة لمين؟ لأحد أفراد الجن. طيب إيه اللي بيحصل بعد كده؟ اللي بيحصل بعد كده إن الجن ده المكلف بحفظ الكنز لو تهاون أو ترك أو سمح لأحد إنه يقرب من الكنز ده بيعاقب بالسجن أو بالموت. لذلك نجد ان الجن الرصد بيدافع عن الكنز او المكان اللي هو مكلف بحراسته بكل ما اوتي من قوة،
كل ما أوتي من قوة، لأنه لو تهاون معروف عقابه ومصيره إيه، بيكون السجن أو القتل. السؤال الثالث، ما أنواع جن الرزق؟ هل كلهم نوع واحد ولا في أنواع وطبقات منهم؟ أشد أنواع جن الرزق بيكون على شكل عبد شديد السواد، وهذا النوع من أعتى وأقوى أنواع الجن، لأنه لا يطلب إلا الدم لترك الكنز المكلف بحبسه. الحاجة الوحيدة اللي هو بيطلبها عشان يسمح للي بيدورهم على الأثار أو اللي بيدور على الكنوز إن هم يتعاملوا معاه الدم وفقط. لذلك أحيانا بنسمع إن في بعض الصحراء والمشعوذين والدجالين عليهم لعنة الله بيتم استدراج أطفال صغيرة، وبعد كده بنشوف للأسف الأطفال ديتي موجودة مقتولة أو مسبوحة في بعض الأماكن. النوع التاني بيكون موجود على شكل قرد ممسك بسلسلة. النوع ده لا يقل خطورة عن النوع الأول. النوع الأول اللي هو العبد شديد السواد، تمام. حتى في أحد اللقاءات من الناس اللي كانت شغالة في موضوع الأثار والبحث عن الأثار قال أثناء الحفر لو لقينا النوع الأول أو النوع التاني مش بيكون قدامنا غير حل واحد بس، وهو الهرب. بس بنهرب على قد ما نقدر وفي أسرع وقت، لأن معروف الموت أو الهدم. النوع الثالث بيكون في أغلب الأحيان على شكل ديك بحجم خروف أو أرنب كبير جدا في الحجم. طيب خطورة النوع الثالث ده يا جماعة بيكون أنه بيتعامل مع الجانب النفسي للشخص. ده بيحصل ازاي؟ بيحصل ان بيتم تواصل ما بينه ما بين جن الرصد ده وما بين قرين الشخص، وبيسأله ايه اكتر حاجة الشخص ده بيخاف منها، ايه اكتر حاجة الشخص ده بيترعب منها. لو زواحف يعني مثلا قال له ان هو مثلا بيخاف من التعبير، فبيسخر جن تالت على شكل تعبان ابشع ما يكون ابشع ما يكون، لا ان الشخص ده بيخاف من العقارب، فبيحاول تسخير او التصوير او ايهام الشخص ده ان المكان كله مليان عقارب. فالشخص ما بيكونش قدامه غير حل واحد بس، وهو الهروب. يبقى النوع التالت ده خطورته ان هو بيلعب على الجانب النفسي للشخص. الرابع والاخير بيكون على شكل افعى وتحديدا الكبرى. وملحوظة، اللي يشاهد الفيديو ده ينتظر لاخر الفيديو، لان معنا فيديو حصري لأحد أنواع جن الرصد اللي على شكل أفعى فأتمنى من حضرتك تكمل الفيديو للآخر علشان تشوف النوع ده وإزاي بيحاول يدافع على المكان المكلف بحرسته بكل ما أوتي من قوة. يعني احنا عارفين أن الكوبرا مهما كانت قوية ومخيفة، ولكن مع تجمع الناس الكتير هي بتهرب. لا، الفيديو اللي احنا هنشوفه كوبرا موجودة في مكان وحواليها عمال كتير جدا ومعدات تقيلة، ومع ذلك هي واقفة ما بتهربش، بتحرس المكان اللي هي كانت موجودة فيه. يقال ان المكان ده في الهند، ويقال انه في المملكة العربية السعودية. طيب ايه عقاب الشخص اللي بيحاول التعامل او التطفل او تحدي هذا النوع من الجن؟ اولا احنا على يقين تام ان الاعمار والموت والحياة بيد ربنا سبحانه وتعالى، ولكن من خلال قراءتي ومن خلال تجارب بعض العاملين في المجال اللي كانوا بيحكوها بيقولوا ان بيتم الاذى بوسائل كتيرة جدا، ولكن من اشهرها رقم واحد الصعق بالكهرباء، رقم اتنين الجنون، رقم تلاتة المس، رقم اربعة العمى، رقم خمسة الهدم، هدم المكان كله على اللي موجود فيه بإلقاء الحجارة بحاجات كتيرة جدا، وقد تصل لا قدر الله الى الموت، قد تصل الى الموت بسبب الهدم. ودي للاسف بنشوفها جدا لبعض الناس، يعني الباحثين عن الثراء السريع اللي هو بنشوف كتير في الاخبار ان المنزل في المكان الفلاني اتهد على اللي موجود فيه، وبعد التحريات بنكتشف ان صاحب المنزل او صاحب العقار كان بيحاول يبحث عن اثار تحت اساس المنزل. جن الرصد يا جماعة ده تم استخدامه في حضارات كتيرة جدا لحفظ كنوزها، حفظ الكنوز والأسرار لكل حضارة من الحضارات، ولكن هو مشهور جدا في الحضارة المصرية
وطلع حاجات كتيرة جدا ما تسمى بلعنة الفراعنة والكلام ده كله. عندنا حضارات كتيرة جدا استخدمت أنواع معينة لحراسة كنوزها وحفظ أسرارها. منها مثلا على سبيل المثال الحضارة اليونانية استخدمهم جن بيتجسد على شكل امرأة جميلة جدا بتحاول إغراء اللي بيحاول يتطفل وبعد كده بيموت. استخدمت أيضا الأفعى وأيضا العبد شديد السواد. الحضارة الرومانية استخدمهم جن يتجسد على شكل أفعى وعلى شكل عبد أسود شديد السواد شديد الخلق. أما الحضارة اليهودية فاستخدمت الحمار أعزكم الله والكبش والخاروف. طيب هل الجن ده أو جن الرزق بيأذي على طول الشخص ولا بيكون فيه إشارات وبيكون فيه علامات إن الجن بيقول لك ابتعد عن المكان أنا موجود هنا بحرسه؟ بيكون فيه إشارات ولا بيتم التعامل مباشرة؟ لا بيكون فيه إشارات. رقم واحد الإنذار. الإنذار ده عبارة عن إيه؟ من خلال كلام جن الرزق لك بأكتر صوت بتخاف منه. يعني أكتر صوت حضرتك بتخاف منه سواء شخص معين أو سواء أي صوت من الطبيعة من الحيوانات بيتكلم معك بنفس طبقة الصوت بيحاول يحذرك إن اللي أنت تبتعد عن المكان لأن المكان ده محمي بواسطتي. رقم اتنين الضرب أو الإصابة بالشلل لا قدر الله. في حال إصرار الشخص ده على استكمال البحث بيقوم الجن المكلف بحراسة المكان بضرب أحد أطراف الشخص ده كإنذار تاني إن المكان ده محمي وأنا حارس عليه وهدافع عنه بكل ما أوتيت من قوة. طيب الشخص ده تجاهل الإنذار الأول والإنذار التاني بنأتي للإنذار التالت والأخير وهو المرحلة التالتة بتكون الأخيرة خالص وهي قد يصاب زي ما قلنا قبل كده بالجنون أو بالمس أو بالعمى أو بالهدم. بالهدم إن المكان كله زي ما قلنا يقع عليهم ويموتوا بسبب انقطاع الأكسجين عنهم. أما آخر حاجة بتكون الموت لا قدر الله بتكون الموت. أنا هترك مع حضراتكم الفيديو ياريت تشوفوه وياريت تشوفهم إصرار جن الرزق وهو بيحافظ على المكان الموكل بحمايته وبحراسته بيكون موجود عامل إزاي. وده من النوع التالت بيكون جن متشكل على صورة أفعى على صورة كبرى. تمام ان شاء الله ده الجزء الاول. الجزء الثاني باذن الله مهم جدا 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 وهو ازاي تعرف ان الشخص ده دجال, ازاي تعرف ان الشخص اللي بيكلمك ده نصاب. طيب في جن رصد دلوقتي انا هتعمل معاه ازاي, ايه الطريقه الصحيحه اللي تحفظني من الشر اللي تحفظني من الاصابه اللي تحفظني من الضرر او الاذى اللي نقدر اتعامل بيها. ان شاء الله ده هيكون الفيديو الجاي باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. पलिकड़ पलिकड़ आठ चार दस दिनों का दगड़ बाबा इकडे जाईल तिकडे पैसे शूटिंग काढणं काय होतंय का बघ त्याचं नियोजन मंदिर बिंदी बाबा नावेल राजा आज ना तिकडे मी आज तिकडे बा आज तिकडे फिरली बरं या बरं बघा तू या बरं या बरं एवढी पण बघा या या इकडे लपून येला इकडे बघा हां लपून येला लपून येला राग राग झाला हां हे का हे